جاهل الجهال من العباد. بعض الكلمة قالوها بعض العباد انتشرت بين الناس، وهي كلمة جهل بالله، ما ينبغي للمؤمن أن يقولها. يقول علمه بحال يغنيني عن سؤالي، هذا غلط، ما كاينش في الدين هذا الكلام. علمه بحالي يغنيني عن سؤالي، زعما الله راه معالم داكشي اللي في قلبي، ما كاين لاش نطلب الله، راه هو يستجيب لي داكشي اللي هنا. لا، طلب منك ان تشغل لسانك، عذب لسانك في الطلب والدعاء والبكاء والخضوع والتضرع والجؤار الى الله. الجؤار بحال بنادم كيهيج، يعني كينجذب الى الله تعالى بالدعاء. والا سيدنا محمد زعما قل من هذوك العباد، كيف كان حاله ليله بدرين؟ غدا كاينه المعركه ديال بدر، وبيت واقف ما قالش شي لب، وهو يجار الى مولاه واقف حتى سقطت برداته من على كتفه، طاح السلام ديالو في لب، وهو يدعو ربه ويستغيث: يا ربي ان تهلك هذه العصابه لن تعبد في الارض بعد اليوم ابدا. وحده مره وحده حتى اشفق عليه ابو بكر الصديق واحتضنه وقال له: يا رسول الله والله لن يخزيك الله ابدا كما قال رضي الله عنه. سيدنا محمد كان خير الداعين وسيد البكائين بالليل والنهار. ما يجيش واحد يقلب الدين يقول لك لا انا مكمش، هو عارف اش كاين هنا يدين الجو، هذا الفشوش على سيدي ربي. لا ابدا، العباده تخدم يديك ورجليك ولسانك، الاعصاب ديالك كلها ينبغي ان تشتعل وتشتغل في عباده الله. هذا الجمال ديال الدين، باش كل عضو ينال حظه من التطهير. كما القلب خصو يطهر للدين، كيطهروا ملي كتوضا، ملي تسجد بهم. اللسان كيطهر حينما تلهج بلسانك في الدعاء والذكر والصلاه، وهكذا كل شيء في بدنك. عينك اذا دمعت خشيه لله تتطهر، كذلك اذا غسلتها بماء الوضوء او الغسل تتطهر، كما في الاحاديث الصحيحه الذنوب كيخرجوا منها. كيف تقول يعني علمه بحالي يغنيني عن سؤالي؟ فالاخذ بالاسباب عباده، ومن ترك الاسباب كمن ترك الصلاه سواء. صافي، من نجا الشيطان دخل الاخرين قال لهم رفعت عنكم التكاليف. فالاخذ بحقائق الدين لا يكون الا في بمنظار شرائع الدين، هذيك هي المعادله اللي كيسموها الشريعه والحقيقه. ما كاين حقيقه الا ما كانت الشريعه. وان الانسان يعني لا ينبغي ان يجتمع في قلبه التوكل مع الايمان بالاسباب. لكن شحال من واحد عاود كان خاف يمشي ياخذ هذا الايمان بالاسباب، يعني انه يكفر، كتسمع يكفر بالاسباب ويؤمن برب بمسبب الاسباب. والاسباب هي ادوات العمل ومداخل العمل، كالتجاره والتطبب مثلا، ما نداوهاش لانه تداوي سبب واللي كيداوي هو الله. اذا خديت بهذا المنطق راه خطير جدا هذا المنطق، هذا المنطق غير سليم تماما. وإنما شنو مقصود العلماء؟ وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان أول الآخذ بالأسباب في الهجرة ديالو، ونحن في ذكرى هجراه عليه الصلاة والسلام. أنا ما كانش ممكن نركب على البراق ويطير به من مكة المدينة وساق واحد الخبر، وقال سمحن أنه كيتسنى وينتظر ويتجسس على الكفار، وخلى سيدنا علي نعسلو في بلاصتو كيوهم الكفار بلي راهو تما، وخرج يعني في جوف الليل، ومشاو للغرسه وتخبعوا فيه، وكرا عبد الله بن اوريقيط الكافر انا اذن سارع كيتبعهم بالغنم باش ديك الغنم تلف العصر ديال الرجلين ديالهم وديال الناقه باش راحلين من الرمله باش الكفار ما يتبعوش الجره وما يلقاوش الاثر. واحد العداد ديال وبدلوا الطريق ديال المدينه هكا، هما مشاو داروا واحد الطريق اخرى تلفوا. هادشي كله كان سيدنا محمد غني عليه، كاع ما يحتاجوش، يطلب الله سبحانه وتعالى ويغمض عينيه ويحلهم في المدينه. ولكن كان يشرع للانسان، كان يبني الحضاره الاسلاميه التي لا تقوم الا على الاخذ بالاسباب الماديه. لكن شنو الخطر في الاسباب؟ الا تؤمن بها الى درجه ان تعتقد بان هي الغايات ماشي هي اسباب، كتولي ديك الساعه الهه، ما بقاتش هي اسباب، ولات اوثان. فالله سبحانه وتعالى ارتب على الاسباب المسببات، فتؤمن بمسبب الاسباب ورب المقادير. واخذك بالاسباب عباده لله كالدعاء، شني تهزدك للسماء تدعو الله جل وعلا، هذاك دعاء. كذلك اخذك بالاسباب ملي توكل على الله، تخرج من باب دارك يعني من بعد الفجر او من بعد الشروق الى عملك، فانت كالداعي كالمصلي بحال راك هزدك الله تعالى.
لأن الله تعالى الذي وضع الأسباب وسائل للرزق ووسائل للحياة، كما جعل الدواء سببا للشفاء، مع أن الشفاء من عند الله، والشافي اسمه من أسماء الله الحسنى كما في الحديث الصحيح، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. فهذه الأسباب أنت تأخذ بها على أنها عبادة لله، باش ما تتعرضش الأسباب مع الله تعالى، تعرضك راك راه عندك الشرك الخفي، كما قال عندك جوج الآلهة، تؤمن بالله وتؤمن بالأسباب. لا، أنا باغي أن تؤمن بالله وحده، التفريد كما في الحديث الصحيح سبق المفرد، التفريد والتوحيد والتجريد، وتدخل في الأسباب واجب كدخولك في الصلاة.